مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير فول أخضر مقلى، وصفة نباتية بطبخها بزيت الزيتون. الفول الأخضر بيتحضر بطرق عديدة، بس وصفة اليوم هي الأشهر والأكثر شعبية. بهالفيديو رح تشوفوا طريقتي بتحضير فول أخضر مقلى. بتمنى تشتركوا بقناة سهى's dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's dishes، تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف المكونات وطريقة التحضير. الخطوة الأولى بتحضير هالوصفة، بدي حضر الفول الأخضر. عندي كيلو واحد من الفول الأخضر. الفول لازم يكون طري، مش لازم يكون قاسي. بشيل الأطراف مثل ما انتو شايفين، أول القرن والطرف الثاني، ومنشيل هالشرش القاسي اللي بيكون على الجوانب لأنه ما بيستوي حتى لو غلى لوقت طويل. بهالطريقة هيدا منسميه شرش، هالشرش بيكون كتير قاسي وما بيستوي. هيك صار الفول عندي حاضر. هلأ بغسلهم، وبعد الغسيل مباشرة بقطعهم. بقطع القرن لثلاثة أو لأربعة بهالشكل اللي انتو شايفينه، وبعدين ببلش بطريقة التحضير. بمقلاية كبيرة غميقة حطيت نص كوب من زيت الزيتون، ولعت النار على حرارة بين الوسط والعالي، وهلأ بزيد على الزيت 2 كوب من البصل المفروم. بداية الوصفة بدنا نعمل سوتيه للبصل مع زيت الزيتون. أغلب الوصفات النباتية هيك بتبلش، أساس كل النكهات والطعمات بالوصفات النباتية آلية البصل والثوم. بقلب البصل مع الزيت حتى يبلش البصل ياخد لون ذهبي خفيف، وبعدين منضيف المكونات الباقية. منقلب من وقت للتاني، نشوف قديش رح ياخد معنا وقت. سوتيه البصل بالكتير 4 لـ5 دقائق لأنه الكمية كبيرة شوي عن باقي الوصفات. بعد مرور 5 دقائق رح زيد كمية الثوم. عندي راس كامل من الثوم، فرمتهم فرم ناعم، وبهالوقت كمان رح زيد كمية البصل الأخضر. كتير بحب أخلط البصل الأخضر مع البصل اليابس بالطبيخ، خصوصا وقت منكون عم نعمل وصفات نباتية. حوالي 100 جرام، شي كوب ونص من البصل الأخضر المفروم. منقلبهم حوالي 2 دقيقة مع بعض حتى يستووا ويدبلوا، يصير عنا نكهة كتير طيبة لهالوصفة. شايفين التقليب ضروري بهالمرحلة عشان يستووا من كل الجهات بطريقة متساوية. 2 دقيقة وبرجع بزيد الكزبرة المفرومة. فرمت باقة واحدة من الكزبرة الخضراء، بيطلعوا حوالي 75 جرام إذا بزينهم بالميزان. باقة الكزبرة هون بأمريكا حجمها أصغر من الباقة اللي نحن متعودين نشتريها بلبنان، عشان هيك زنتهم حتى تعرفوا الكمية. كل المكونات بالعيارات والمقادير رح تلاقوها مكتوبة بصندوق الوصف بالعربي وبالإنجليزي وبكل التفاصيل. بتمنى تشوفوها قبل تحضير أي وصفة. بزيد ملعقة ونص ملح وبقلبهم
والضيف مباشرة يقول لحضرته جاهز لنزيده على هالقلية ريحة ولا أطيب من هيك. كمية الفول بزيدها، أكيد أنتم بتقدروا تطبخوا هالوصفة بطنجرة كبيرة، بس كرمال تصوير الفيديو حتى يكون كل شيء واضح أنا اخترت مقلاية غنية. منقلب الفاصوليا كتير منيح، رح خفف شوي النار هلا على الوسط، منقلب كتير منيح تقليب حوالي 5 دقايق، وبعدين منضيف شوية مي. بعد ما قلبت الفول مع القلية كتير منيح غطيتهم وتركتهم ربع ساعة مع التقليب من وقت للتاني، وهيك ببين شكلهم بعد مرور ربع ساعة. ليش هالوصفة اسمها فول أخضر مقلب؟ لأنه منقلي الفول مع القلية، قلية البصل والثوم والكزبرة. إذن هلأ المرحلة اللي نحن فيها هي الفول اتقلى مع القلية لمدة ربع ساعة، وهيدا هيك الشكل ببين. هلأ بدنا نزيد كمية من المي حتى يستوي الفول كتير منيح، لأنه مرات الفول اللي بجيبه هيك شوي بيكون قاسي، ما بيكون اللون الأخضر طري. في مرات إذا نحن بنكون زارعين الفول ومتأكدين إنه الفول طري يمكن ما بنحتاج نزيد مي. أنا رح زيد مي وأترك الفول مغطى يستوي على النار الخفيفة. هلأ أنا حاطة النار على الوسط، بعد ما زيد 2 كوب من المي اللي عم تغلي سخنت المي، حرك كل المكونات مع بعض كتير منيح وبغطي الطنجرة، بترك الفول حتى يستوي. بحب انه يكون مستوي كتير ودايب دوبان، ولا اطيب من هيك وصفة للفول الاخضر. هيدي الوصفة من اشهر وصفات الفول الاخضر. بغطي الطنجرة وبترك حتى تنشف المي ويستوي الفول كتير منيح. هيدا الفول بعد مرور ساعة من الغليان على نار خفيفة للمعتدلة، كل ربع ساعة كنت عم حرك تحريك خفيف، الفول استوى. بعد فيه شوية مرقة تنشف لوحدها بعدين. مع كل حال هيدي المرقة كتير طيبة. هلأ بطفي النار، الفول استوى. ممكن انتو تبلشوا بكوب واحد مي اذا بتعرفوا انه الفول يلي عم تستعملوه بيستوي بسرعة، واذا احتجتوا كمية اكبر بتزيدوا بعدين حسب الرغبة حسب الحاجة. في ناس بيحبوا يبقى بالفول شوية مرقة، وفي ناس بيحبوه منشف، هالشي حسب رغبتكم. إذا بتشوفوا إنه بقي كمية كبيرة من المي بعد ما يستوي الفول بترفعوا النار حتى تتبخر كمية المي الزايدة. أنا هلأ رح أغطي الفول وأتركه مغطى حتى يبرد كليا. هيدي الوصفة بحبها بحرارة الغرفة. وهيك الفول الأخضر المقلب زيت صار جاهز للتقديم، من أطيب وصفات الفول. هالوصفة كتير مشهورة بلبنان. نعصر حامض عليها لحتى ناخد كمان طعمي أطيب. عصير الحامض كتير بيلبق لها، من الوصفات الشعبية المعروفة كتير. بتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم.